لكي حياتي؟ انت بالانجلش هوايتك مش اسمها تشوت؟ صحيح. ايه وانا كمان تشوت. لا ما تقوس هيدا الطير. هيدا الطير اسمه لقلق، بنظف كل شيء وبحافظ على الزراعة، ما تقوسه. خليني اقوس هيدا. لا هيدا باشي، الباشي بيفتح تمه هيك هو طاير بياكل فوق 10,000 برغشة، إذا قتلته لحق على برغش. هيدا منه باشي وانا نقلق، خليني اقوسه. لا هيدا اكيد طير مهاجر، يعني على الحال اليوم حتقضي على الدورة الايكولوجية كلها. ايش يعني؟ يعني هيدي هواية مش طبيعية، هيدي هواية بتودع على الهاوية. مش سامع بالمثل اللي بيقول ما في طير ما في طير؟ ما تتصيد كيف ما كان.